يكونش المساجين دول هم اللي هجموا عليكم. احتمال كبير يا عتاب، واحتمال برضو ان الراجل اللي ضرب علينا نار يكون واحد من المساجين. بس السؤال بقى، هو ليه كان لوحده؟ لا، هو السؤال مين الراجل ده؟ راجل عجيب جدا يا عربي، راجل عجيب وقاعد في مكان اعجب منه. المكان من بره بلاعه، تفتحها تلاقي نفسك في عوامه. ايه ده؟ وبعدين الراجل كان لابس خروف على معزه. لابس خروف على معزه؟ اه. ليه ده؟ جريب ميه دياب ولا ايه؟ ما تفهمش، هي اللي بتلبس الحاجات دي. وبعدين فجاه بنتكلم معاه راح ضرب علينا نار وجرينا على طول. يبقى ده عفريت من العفاريت. عفاريت ايه يا جاسمين بس اللي بتطلع لنا؟ هنعمل ايه يا حظابط؟ هنفضل حاطين ايدينا على قدنا لحد ما يجوا يصفونا؟ زار مفيش حل تاني يا فرج، خصوصا ان ده امن مكان لينا هنا. وبعدين يا جماعه المكان هنا مهجور ومحدش بيجيه. يا جماعه انا اقول لكم من بدري المكان ده محدش بيجيه عشان مليان عفاريت. يا اختي اسكتي، قال لي عفريت ايه اللي جابك على الجزيره؟ ما انتوا ندهتوني فانا جيت على السيره.